السيدة حورية اللي وقع عليها هذا المشكل، أنا غير جارتها ساكنة حدايا في الزنقة، بقات فينا بزاف على هذا المشكل اللي وقع ليها في خريبكة، والمشكل اللي وقع ليها خارج خريبكة في العربية ولاد عزوز. كانت غادية للسبيطار دار راها رجلة، تلاقات مع صاحبتها راكبة مع واحد جوج في الطوموبيل، هزوها ركبات معاهم، قالت لي تعالي نضربوا دورة شوية، ما بقاوش بغا ينزلوها، مشات معاهم لولاد عزوز، هي أصلا كانت غادية للسبيطار، مشات معاهم لولاد عزوز. المهم الاخرين بقاو كيشربوا، لو اعلم شوف شنو اللي وقع، الفتنه اللي وقعت بيناتهم، تكرفصوا على هاد السيده، هاد الدريه راه ما ذنبها والو، راه ما شاربه معاهم كتقول، ما شاربه معاهم، ما فاسده معاهم، ما والو. هاد السيده علاش وقع ليها هاد المشكل كامل؟ البارح راه تصنت ليها، بقيت كنهضر معاها، كنتحدث انا وياها. المهم عاودت لي الحقيقه، هي ملي وقع لهم المشكل يسعبوا الدريه غتموت، بغا يلوحوها في هذيك العروبيه في 12 الليل، بغاو يلوحوها، بقات كطلب فيهم، خافت، قالوا ليها راه الا ديناك للسبيطار حنا راه غنمشيو للحبس غيشدونا، بقات كطلب فيهم. المهم اتفقوا بيناتهم، سميت الدري والدراري بجوج والبنت اللي معاهم هنا صاحبه حوريه، بقاو كيدوخوا عليها ملي شافوها كتقيه في الدم والدريه محنا بزاف، خافوا على روسهم، قالوا ليها شنو اللي في السبيطار الا تشدينا غتقولوا ليهم راه تبعونا الجندارم، وجوج ديال الجندارم بقاو في البرادو تابعينا، وواحد نزل وطلع فوق الكوديه وهز الحجره وصيفطها للطوموبيل وجاتني في وجهي. السيده حوريه بين ما خايفه بزاف، ضغطوا عليها بزاف، بغات مسكينه تعتق راسها باش تجي للسبيطار، قالوا ليها تقولي وها تقولي. ملي لحقت للسبيطار لحقوها، بغا يلوحوها في العروبيه، ملي في الدخله ديال السبيطار ملي جابوها عاوتاني بغاو يلوحوها في السبيطار، حصلهم شدهم السيكيريتي، مشاو تي السيكيريتي تجاراو شدوهم، عرفوهم بين ما السيده غيلوحوها في الباب ديال السبيطار، بقات كطلب فيهم وداك الشيء. الدريه ملي شدوها السيكيريتي وجاو البوليس، قالت لهم راه حوريه جات عندي مضروبه للدار ديالنا ودقات عليا وقالت لي راني واقع ليا المشكل، يلا هي معايا للسبيطار. هاد السيده هنا كذبات، مشات معاها جات معاها للسبيطار، داوهم البوليس. المهم شدوهم دوزوا 48 ساعه، حوريه جاوا عند البوليس للدار، جابوا معاهم هنا باش يتصنتوا الحوريه في الدار، حوريه ما قادراش تهضر، قلت لي قال لك راه غنتصنتوا ليها هنا في الدار باش ما نديوهاش للكوميساريه تكرفصوا داك الشيء باقا مريضه. قلت لهم بلا ما تصنتوا ليها، تصنتوا الحوريه في الدار، ديوا عندكم تصنتوا ليها، راه الام ديالها مريضه بالقلب، امها كبيره مسكينه ومريضه، ما خاصهاش تسمع هذه الهضره، راه ما فاهمه والو. هي هذيك مشيت معاهم الكوميسيريه، داو حوريه تصنتوا ليها، عمروا ليها في الكوميسيريه، الغد ليه داروا ليها التقديم عند الوكيل، مشيت معاها انا اللي مكلفه بها جارتها، مشيت معاها دخلت معاها عند الوكيل تنركبها في ظهري انا اللي كندخلها عندو. السيد الوكيل قال لي راه الدريه باقا ما حنا ما كانش عليكم تجيبوها، صافي ملي داروا التقديم هضرات، هضرات الوكيل قال ليها واش شنو اللي وقع لك فين كنتو، هذه هضرات معاه مزيان، قالت ليه راه قال ليها كنتي شاربه وفاسده مع هذا السيد مزوج، قالت ليه انا راه باقا بنت دارنا باقا عزبه راه ما شاربه ما والو، قال ليها واش غتتابعي هاد الناس اللي كنتي معاهم ولا غتتابعي الجندارم، قالت لي غنتابع الجندارم، يعني هو ما كاينش الجندارم، الجندارم ما ضربها ما والو، حيت عاودات لي الحقيقه حتى البارح، وانا اليوم هذا الشيء راه بغيت نقول وبغيت يسمعوا العالم كامل، بين ما هاد التصريح راه هي كانت خايفه راه عليها ضغط ومهدينها بالام ديالها، قالوا ليلى ما الا تشدينا راه حنا غنخرجوا وغنقتلوا لك امك وتي غنقتلوك، مسكينه هي خايفه ما عاقلاش، فاقده الوعي ديك الساعه بالضربه، راكم هالضربه اللي فيها راكم طالعين عليها، راه شافها العالم كله، بين ما السيده مقصحه مهرسه 16 هرسه من الوجه ديالها وجوج ديال الهرسات من النيف، والعين ديالها راه مشات ليها، راها ضاعت في صحتها، ضاعت في حياتها، ضاعت في كل شيء. اليوم راه انا كنجيبها للسبيطار، انا اللي محمله المسؤوليه ديالها، كنجيبها للسبيطار وكنجمع من عند المحسنين، كنضلوا نجمعوا ليها في الدراهم وفي المياوات وفي يعني 5000 درهم باقيين ما جامعيناش، والرجاله ديال الدرب تما كيجمعوا ليها وداك الشيء، وعندها العمليه غاليه. هاد السيده راه كطالب بحق الله يرحم الوالدين تعاونوا معاها، تعاونوا معاها، هاد السيده راه ما عندها حتى شي حاجه، راه ما ذنبها والو، العمليه راه طالبوا ليها الحديد 2,170,000، راه ما عندهاش، حنايا الله جامعين 5000 درهم ما واصلاش، كل هاد دراهم ها هي اللي بغيت نوريها لكم تشوفوها.